السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم بناء تطبيقات API باستخدام ASP.NET Core. وتعالوا بقى، معلش الحلقة اللي فاتت خلصتها عشان كان ورايا بعض المأموريات كده. تعالوا نجرب الحلقة ديت ازاي ممكن نلود الحاجات ديت اللي هو النيم والنوتس والكاتيجوري اي دي والايمج. اوكي، مبدئيا كده انت الشخص اللي بيشتغل فرونت اند بيروح يجيب الليستة بتاعت الكاتيجوري اي دي ديت من الكنترولر بتاع الكاتيجوري، فبيلود الكاتيجوريز كلها وبعد كده بيختار واحد منها وهو بيبعت الموديل بتاع الايتم دوت للكنترولر دوت، ماشي؟ فاذا هو بيبعت الكود، فده ما فيش منه كلام. لكن الايمج بقى ازاي ممكن هنلود الايمج دوت؟ فتعالوا معانا نشوف هنلود الايمج ده ازاي. لو عملنا رن للتطبيق بتاعنا ده كده ورحنا للايتمز ورحنا للبوست ايتم، ماشي، وهنا هنعمل try it out، هنلاقيه هنا بعت لي request body بتاعي، طبعا لان احنا اتفقنا ان الايمج بيجي من حاجه اسمها request body، ماشي، نوعه string والنيم string والبرايس طبعا هيبقى decimal ونوتس string، بس الايمج مش string. ازاي هبعت ايمج string؟ انا عاوز ابعت الايمج از فايل، يعني ده فايل هيتبعت ثرو الاي بي اي. طب ازاي ابعت الايمج بتاعي ثرو الاي بي اي؟ انا هنا في عندي تريبيوت اسمه هنا from form. يعني ايه فروم فورم ديت؟ يعني المفروض ان هو هياخد الداتا من داتا فورم. تعالوا نرن تاني كده ونبص كده نشوف الداتا فورم دي شكلها عامل ازاي. اهو هنيجي هنا عند الاي بي اي ايتمز، ماشي، شايفين شكلهم اختلف ازاي، ماشي. وهنا هنعمل try it out، هنلاقيه هنا الاسم حاجه برايس دبل اهوت او ديسيمال والنوتس سترينج، وهنا الايمج انا لو دوست عليه هنا كده هيفتح لي هنا لسته بالصور زي ما انتم شايفين كده اهوت، صور شويه فودز يعني ممكن نستخدمهم في التطبيق بتاعنا، ماشي. بس المهم ان هو ايه، لو دوست عليه كده هيفتح لي مجموعه من الايمجز اللي هي بتعبر عن مجموعه من الفودز، فكده ممكن اخد اي واحد فيهم في السيستم ايه بتاعي. طبعا هو منداتوري فما ينفعش ان انا اسند ام دي فاليو. والكاتيجوري اي دي بنبعت له بقى ايه الاي دي واعمل اكسكيوت، هيلود الحاجات دي كلها ايه عندي في السيستم. يعني مثلا لو قلنا مثلا هنا برجر، ماشي، البرايس بتاعه مثلا 50 او مثلا نقول هنا او مثلا كده 0.5 مثلا، والنوتس بتاعه كيدز سمول والكاتيجوري 2، وادي عندي الحاجات اهي نعمل اكسكيوت هيبدا يلود اهو، وادي رجع لي بالاي دي والبرجر والبرايس والنوتس، وادي الايمج بتاعتنا. طبعا هو مرجع لي الايمج داتا، ماشي، انكريبتد داتا، ما لناش دعوه بالانكريبشن دوت، بس المهم يعني هو حولها لانكريبتد اري، ماشي. وادي الكاتيجوري اي دي والكاتيجوري، طبعا ده هنا بنل لان طبعا احنا مش عاملين له ايجر لودنج، بس هنسيبك من الحته دي دلوقتي. المهم تعالوا نبص عليه في الداتابيز. الداتابيز اهيات، هنشوف هنا الايتمز، هنعمل ايديت توب 200 روز، وهنلاقي اهوت ادي الاي دي بواحد، نيم برجر، البرايس 52.5، النوتس كيدز سمول، وادي الايمج وادي الكاتيجوري اي دي اللي ربطنا بالجدول بتاع الكاتيجوري. طيب انا عاوز اعملها بقى عن طريق البوستمان. ادي البوستمان عندنا اهوت، خلينا بقى نشيل الكاتيجوريز ديت ونكتب ايتمز. اوكي، وهنا لو دوسنا جيت ايتمز سند هيرجع لنا الايتم اللي موجود في الداتا، ادي array of item، طبعا هو item واحد حتى هذه اللحظة. عايزين ندخل item كمان، ماشي. طب ازاي بقى ندخل الايتم دوت؟ هنيجي هنا نغيرها البوست، انا محتاج ادخل item، لو دوست send كده هيديني error يقول لي one of more validation error occurred، ماشي، the image file is required و the name field is required. يعني ايه؟ يعني name required و ايمج كمان ريكوايرد، فهو مش عارف يسيف لك الداتا. طب هنبعت الداتا ازاي؟ المفروض ان احنا عن طريق البودي. طب هنكتبها ازاي؟ مش هتتكتب بقى هنا، هنيجي للحته ديت هندوس على فورم داتا ونبدا ندخل القيم بتاعتنا هنا في الفورم داتا والفاليوز بتاعتها، ماشي.
يعني هنا لو رحنا على الايتمز بتاعنا هنلاقي هنا الاي دي والنيم والبرايس والايمج. هندخل كل فورمه بالكي بتاعها ماشي اهو من الموديل ايتم. اول حاجه النيم وبرايس ونوتس والايمج والكاتيجوري اي دي. طيب انا عشان احول الحاجات ديت النيم تكست عادي ماشي هنسميه مثلا ووتر ميه مثلا. البرايس هو يا تكست يا فايل هنخليه مثلا ايه 4.5. النوتس ناثينج. طب الايمج بقى الايمج في هنا هتلاقي جنب الايمج لما تيجي هنا هنا هتلاقي في دروب داون منيو لو دوست عليها هتختار بدل التكست فايل وهنا سيلكت فايل هيفتح لك هنا الصوره بتاعه الاكل بتاعنا. هنا ممكن نختار طبعا مفيش صوره ووتر بس ممكن نختار اي حاجه تانية. اهو ادي الايمج اهوت وادي الكاتيجوري اي دي مثلا هنقول ايه 2 بقى المره دي 2 ده الكاتيجوري اي دي بتاعنا ماشي. وهنعمل سند واهو سيف لنا الشيء دوت في الداتابيز بالصوره بتاعته بالكاتيجوري اي دي. لو جينا هنا وعملنا اكسكيوت على ده الكاتيجوري اي دي المره فاتت كان 2 برضو يعني الاثنين على الكاتيجوري اي دي 2 مش مشكله. ممكن نغير واحد نخليه واحد مثلا كده والتاني 2 مش مشكله. المهم يعني ان الفكره وصلت ازاي ممكن نبعت حاجه زي كده للداتابيز عبر السويجر وعبر البوست. تمام كده بس كده حلقه النهارده. يا ريت لو عنده استفسار من اي نوع سيبه في الكومنتس بوكس تحت الفيديو. واتمنى الناس تدعم من القناه بعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهايه بتمنى للجميع التوفيق. كان معكم المبرمج احمد محمدي والى اللقاء في حلقه قادمه ودمتم في رعايه الله وحفظه.